صاحب الزمان. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يا سيدي أتأذناني بخدمتكما متقربا إلى الله بكما ورحمة الله وبركاته. السلام على السيدتين الجليلتين السيدة نرجس والسيدة حكيمة سلام الله عليها. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يا سيدي أتأذناني بخدمتكما متقربا إلى الله بكما ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين، السلام على راية الحسين التي ترفرث في سامراء. هذا الانتصار وهذا البذل وهذه التضحية وهذه المدرسة، اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مصابهم. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نعم، ألتقيكم في هذه الحلقة الجديدة التي تنبعث من محرم الحرام، ولكن من بيت صاحب العصر والزمان، حتى ننعم بقضاء الحوائج. والسلام على مولانا صاحب العصر والزمان، لك العزاء يا صاحب الزمان، لك المواساة يا مولانا يا صاحب الزمان. ها نحن تحت قبة الإمامين العسكريين عليهما السلام، وأنا أتصور بهذه الصورة المباركة التي ظهرت أمامي بأن نور الإمامين العسكريين يبقى ساطعا منيرا غصبا على الأعداء. زيارة وزوار محرم الحرام في بيت صاحب العصر والزمان، هنا هذه سامراء وهذه العسكريين، هنا تقام مجلس الحسين، هنا يقام مجلس الحسين، هنا تأتي الزوار وأنتم تشاهدون هذه الزحوف وهذه المواكب وهذه الرايات التي تقدم العزاء والمواساة لمولانا صاحب العصر والزمان. هنا نطق لبيك يا صاحب الزمان، هنا رفعت راية المواكب والخدمة الحسينية، هنا كان شعار لبيك يا حسين ولبيك يا زينب ولبيك يا أبا الفضل العباس ولبيك لبيك بهذا النداء قد أتينا ولبينا الدعوة. نعم، مدرسة الإمام الحسين لا تقتصر على محرم في البكاء والعزاء فقط، إننا نؤمن بأن هنالك مدرسة، والمدرسة مشرعة الأبواب على مر الزمان، ألا وهي مدرسة الحسين سلام الله عليه. قد تصرمت أيام محرم وسندخل على صفر الخير، ولكن الدخول إلى مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه يحتاج إلى عمل، والعمل يحتاج إلى أن نكون من الذين يؤمنون بهذه المدرسة ويعملون على تهذيب أنفسهم جاهدين حتى يشاروا لنا بالبنان كما أراد الإمام الصادق سلام الله عليه. مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه هي مشرعة الأبواب على مر الزمان، لمن يريد أن يكون في هذه المدرسة، المدرسة الإنسانية، مدرسة الرحمة، مدرسة الأمان، مدرسة التراحم، مدرسة الأخوة، مدرسة الصداقة، مدرسة الجمال، هي مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه. أنا أوصل بأن هنالك رسالة، والرسالة واضحة جدا. الإمام الحسين خرج مع عياله، لم ولن يخرج وحده،
خرج وهنالك دروس كثيرة معبرة، منها درس الأخوة ودرس الوفاء، وأستاذة الوفاء أم البنين سلام الله عليها في معركة الطف شاهدنا مدرسة الأخوة أبي الفضل العباس، مدرسة الأصحاب، وهم الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. هذه المدرسة يجب علينا أن نعمل على أن نكون طلاب فيها. وكيف أن نكون طلاب؟ طلاب بقدر العمل على أنفسنا. ماذا أراد الحسين؟ وماذا يريد الحسين؟ هل سألنا أنفسنا وضمائرنا يوم من الأيام ماذا أراد الإمام الحسين منا؟ والسؤال الثاني الموجه إلى الذات، هل حققنا ما أراد الحسين سلام الله عليه؟ هل عملنا ما أراد الحسين سلام الله عليه؟ سينتهي محرم وهذه الأجواء ستنتهي وتنتهي وتعود إن شاء الله السنة القادمة، ولكن علينا أن نفكر بأن ونعرف ماذا نتعلم. أولا لو شاهدنا هنالك شيء جميل من الوفاء والنصيحة والأخوة، عندما أخ يقول لأخيه سيدي، ألا وهو أبي الفضل العباس، ائذن لي بالقتال، يعني أنت ترى اليوم التضحية معبرة. وعندما نرى سيدتي ومولاتي زينب عندما تصل إلى جثمان ومصرع الإمام الحسين سلام الله عليه وهي تقول اللهم تقبل منا هذا القربان، ما هذا الصبر؟ هذه مدرسة علينا أن نقتدي بها. الأمر الآخر عندما نرى ما رأت سيدتي ومولاتي زينب من السبي ومعركة، وتقتل عيال الحسين ويقتل الأطفال وتسبى النساء وهي تقول ما رأيت إلا جميلة، هذا 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 المعنى الكبير لسيدتي مولاتي زينب عندما تقول ما رأيت إلا جميلة. ما هو الجميل بالموضوع سيدتي مولاتي؟ أخوتك قدامك انذبحوا، أنت تسبين بطريق الشام، الشماتة، وغير ذلك من الأمور التي واجهتها سيدتي مولاتي زينب. أريد أعرج على موضوع دور الإمام زين العابدين سلام الله عليه في إتمام ثورة الإمام الحسين، كان له دور كبير، الدور المكمل لدور سيدتي مولاتي زينب، إعلام ثورة الإمام الحسين ألا وهي مولاتي زينب عليه السلام، هذا يعتبر مدرسة. أما الموضوع الآخر سيدي ومولاي السجاد سلام الله عليه ماذا حقق في مدرسة الإمام الحسين؟ حقق كثير. أولا هو امتداد لثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، أقام ينشر وينقل هذه الثورة وهذه التضحية وهذا الإباء وهذه الثورة التي كانت وما زالت وستظل إن شاء الله خالدة. أرادوا وأرادوا وأرادوا فأراد الله عز وجل. الإمام السجاد سلام الله عليه بعبادته بصبره رأى ما رأى، تحمل ما تحمل، يدفن في مصرع ويقتل في مصرع وهو يشاهد. من راح إلى دفن الأجساد هو زين العابدين سلام الله عليه، هو الذي دفن الإمام الحسين، انطوت له الأرض ورجع ودفن الأجساد. كيف تحمل ذلك المنظر عندما حمل عبد الله الرضيع على صدر الإمام الحسين سلام الله عليه؟ كثير من التي من الفضائل التي كانت للإمام السجاد سلام الله عليه ابن الإمام الحسين سلام الله عليه، ونحن نعيش هذه الأيام هي ذكرى استشهاده. قتل مسموما، قتل مظلوما، أما سيدي ومولاي كيف عمل؟
كان عندما يرى الماء يبكي، عندما يرى الطعام يبكي على الحسين سلام الله عليه، ما يتحمل. احنا ما مشاهدين الطف، احنا ما مشاهدين المعركة، احنا ما كنا في ذلك الزمان، ولكن نبكي على الحسين، نجزع على الحسين، نلطم على الحسين. فكيف انكشف، انكشف لنا الغطاء ورأينا معركة الطف؟ أنا إن شاء الله أقول لكم، علينا إذا دخلنا في مدرسة الإمام الحسين فعلينا أن نتعلم ونعلم. اليوم مجالس الحسين موجودة في كل مكان. أنا كذلك لا أعمل بإعلان وقضية العتبة العسكرية، كل ليلة مجلس حسيني وهنالك مجلس لطوم وهنالك عزاء وهنالك حتى ختمة قرآنية. علينا أن ننصر الإمام بحضورنا إلى العتبة العسكرية المقدسة، إلى الإمامين العسكريين. تعالوا إلى بيت صاحب العصر والزمان وقدموا العزاء والمواساة. إن شاء الله الهواتف مهيئة أسفل الشاشة، وما أجمل هذه الصور. شكرا للسيد المخرج والمصورين الله يحفظهم إن شاء الله، والكادر في برنامج يا صاحب الزمان. انظروا إلى سامراء بهذه اللوحة الجميلة، انظروا إلى العسكريين سلام الله عليهم، انظروا إلى بيت صاحب العصر والزمان وكيف ينعم بالأمن والأمان. حضورنا في بيت صاحب الزمان نصرة لمولانا صاحب العصر والزمان. الهواتف مهيئة لكم وبخدمتكم، وأكون إن شاء الله نقطة وصل بينكم وبين الإمامين العسكريين سلام الله عليهم، وأدعو لكم بقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيلا في فرج صاحب العصر والزمان. ادخلوا معي في هذا الباب وهو باب العسكريين، اطرقوا باب الإمامين العسكريين بأولى الاتصالات. معنا أم شوقي من كربلاء، تفضلوا يا أم شوقي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. أعظم الله أجورنا وأجوركم معظمة باستشهاد زين العابدين عليه السلام. سلام الله عليك. السلام عليك يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. السلام عليك يا سيدي يا شريك القرآن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم أرنا طلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وكحل ناظري بنظرة مني إلي، وعدل فرجك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد، زيارتك في الدنيا وشفاعتك بالآخرة يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. اللهم صل على محمد وأزور سيدي ومولاي علي العسكري الحسن العسكري وعلي الهادي وسيدتي ومولاتي نرجس وحكيمة عليهم السلام. اللهم صل على محمد وأزور صالة عني وعن والدي ووالدي وعن صاحب العصر والزمان، عن السيد علي السستاني والجيش والحشيد والقوات الأمنية والشهداء، وأهديها لزوجي ولأولادي ولبناتي ولأخواني ولأخوات ولجميع من يسمع صوتي ولا قناتكم ولا يتقبل أعمالكم. حضرتك وإن شاء الله ما أنساكم عند الإمام الحسين والعباس. شكرا لكم، تفضلتم. أي والله عندي بس الأسماء دول المرضى إن شاء الله بخدمتكم. وجبار حسين وزمان هذا سوى عملية، أريدك تدعي له والله مريض. أنا راح أكتب عائلتكم ومن يخصكم إن شاء الله. وهم على وهند بس محمد، وإن شاء الله مرضاكم مرضاكم. الله يحفظك محمد وآل محمد. الله يسلمكم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لاتصالك. يعطيك العافية يا أستاذ علي. الله يحفظكم، يقضى حوائجكم إن شاء الله. معنا اتصال آخر. حوائجكم إن شاء الله. الله يحفظكم. الله يقضى حوائجكم إن شاء الله ويشافي مرضاكم بحق الإمامين العسكريين. ما أجمل تلك اللوحة التي نرى ضريح الإمامين العسكريين، وهو شوف الزائر من يتكلم ويا الإمام ويا الإمامين سلام الله عليهم، شوف شلون يتوجه، شوف شلون يبكي، شوف شلون سيدي مولاي معنا إن شاء الله، معنا إن شاء الله ومعكم إن شاء الله. آية من الدجيل تفضلوا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم، أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكر أجوركم معظمة، قضى الله حوائجكم إن شاء الله.
السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريف القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين وأجدادك الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك وعلى جدك علي الهادي، السلام عليك وعلى أبيك حسن العسكري، السلام عليك وعلى أمك سيدتي مولاتي نرجس خاتون، السلام عليك وعلى عمتك حكيمة خاتون، اللهم كل وليك الحجة للحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى كله أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلة برحمتك أرحم الراحمين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يا وصي الحسن ولخلف الفج أيها القائم المنتظر المهدي ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم بحق فاطمة أبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم شافي وعافي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج. استاذ علي بس ابي تكتب اسم عبد الله للشفاء من مرضى السكر وعباس، وان شاء الله قضى حوائجكم وشفاء مرضاكم حق صاحب العصر والزمان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يحفظكم، شكرا لاتصالكم، وقضى الله حوائجكم وشافى الله مرضاكم بحق الامامين العسكريين سلام الله عليهم. هذا البرنامج يصب في خدمة زوار الإمامين العسكريين لمن لم يستطيع الزيارة وبعيد عن الزيارة وقلب شوقا إلى الإمامين سلام الله عليهم. أنا أكون بخدمتكم إن شاء الله، وهذا الكادر الجميع بخدمتكم. شكرا للأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة، شكرا للقوات الأمنية، شكرا للملبين لنداء المرجعية، شكرا لهذا الطريق المؤدي إلى العسكريين سلام الله عليه المؤمن بوجود تلك السواعد الطيبة التي رغم الحر رغم المناخ كل شيء ما يمنحهم على أن يوفروا ذلك الأمان لزوار الإمامين العسكريين سلام الله عليهم. فعلينا أن ندعو لهم إن شاء الله بقضاء حوائجهم من رحاب الإمامين العسكريين سلام الله عليهم. إن شاء الله معنا ستار من بغداد، فضل يا ستار. نعم يا ستار. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا أبو عبد الله، السلام عليك. السلام عليك يا صاحب الزمان. يا صاحب الزمان. اللهم احفظ الوالد والوالدتي واخواني ووالد والدي، واحفظ اخواني وياك الوالد. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم يسلم عليكم ويستر عليكم وجاه النباء وجاه الوصايا. الله يقضي حاجتك. اشفونا وعافونا، انا مريض عند جلطة، الله يستر عليكم إن شاء الله بجاه الرسول. أمامك العسكريين سلام الله عليهم، وإن شاء الله حاجتك مقضية مقضية. اللهم يحفظك ويسترك ويستر أمة محمد. الله يحفظك حجينا، شرفتنا. الله يديمك، الله يحفظك يا خاتمك، سلام الله يا عيني. شكرا لاتصالك وزيارة مقبولة إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله، وقضى الله حوائجكم بحق محمد وآل محمد. كل ما نريد نتصل إلى برنامج يا صاحب الزمان يجب هنالك أن نوطي صوت التلفاز حتى نأخذ راحتنا إن شاء الله. وعلينا أن نحضر، إذا نعرف نقرأ نحضر زيارة الإمامين سلام الله عليهم، مقطع من زيارة الإمامين، أو نتكلم بلسان ونحن نستشعر بحضورنا في رحاب الإمامين العسكريين سلام الله عليهم. الحسن من ذي قارة، تفضل. أم الحسن تفضل. يما نسألكم الزيارة للإمام الهادي والحسن العسكري. قولوا يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. تفضلي تفضلي بالزيارة، أمامك الضريح المبارك. السلام عليك يا سيدي ومولاي، السلام عليك يا علي الطاهرة، السلام عليك الحسن العسكري،
السلام عليك يا صاحب الزمان، اللهم إنا نسألك الشفاعة في الدنيا والآخرة وزيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. أسأل الطاعة دعاء لأولادي بالهداية والطاعة إن شاء الله، قضاء الحاجة وشفاء المرضى إن شاء الله وشفاء المرضى، أي والله، وقضاء جميع حوائج المؤمنين والمؤمنات وحوائجنا وياهم. والدعاء الابني، الابني مصطفى. شنو اسمه مصطفى؟ الدعاء إن شاء الله مصطفى. أيوة مصطفى، الدعاء إلى بالطاعة والهداية إن شاء الله نقدم هو على كلية الضباط إن شاء الله بحق الإمامين العسكريين إن شاء الله، الله ينقبل ويتوفق بحق الإمامين العسكريين إن شاء الله، قضاء الحاجة يا رب بحق يا الله يا الله لي والجميع المؤمنين والمؤمنات، نسألكم الدعاء بالهداية والطاعة وغفران الذنوب إن شاء الله، ما ننساكم ونسمي الله الإجابة بحق محمد. أي والله، أي والله، ألف شكر، ألف شكر، الله يخليكم، ألف شكر، الله يحفظكم، شكرا لاتصالكم، مشكور، الله حوائجكم إن شاء الله. معنا اتصال آخر إن شاء الله، الله يحفظكم ويقضى حوائجكم إن شاء الله بحق الإمامين العسكريين سلام الله عليهم وشفاء المرضى ومن سألني بالدعاء إن شاء الله ما أنسى بالدعاء، والذرية الصالحة بحق محمد وآل محمد، لمن يريد الذرية الصالحة بحق محمد وآل محمد إن شاء الله. أبو علي إن شاء الله، أبو علي بالشفاء، وصل اسمكم وبخدمتكم إن شاء الله. نعم، احنا نذكر سيدي ومولاي زين العابدين عليه السلام، اقول بهاي لحظاتي الاخيره ذكاري ذيك الحصيره، بهاي لحظاتي الاخيره ذكاري ذيك الحصيره، بها لميتي الغوالي وانا حالي الضم حالي. زين العابدين آخر لحظاته يتذكر كيف دفن الإمام الحسين والعباس، يا ساقي العطاش يقول بهاي لحظاتي الأخيرة ذكري ذيك المصيبة، بها لميتي الغوالي وانا حالي ضم حالي، لمليت بيدي وصاله ودم فايض عالتروب، وشفت اثار الحوافير مطشرات على الدروب، وبعد ابويا خنص ريده ذاك لي فتي القلب، دوريت وما لقيت ضاع بتراب الحرب، التمني جروح بحفيره راح ذاك الوجه ديره، من دفن تشقد حجالي وانا حالي ضم حالي، يقول جاد شن هذا الموت جالي وانا هسه بلا اهل، شلون شي شايل جنازه وانا بين خير العمل، كون مثل الناس موتن من يوافيها الاجل، تحضر إخوانا وعمامة وهو سيم المغتسل، لو غفت عيني أبويا أوقفي وصلي علي، ردت أبويا وما إجالي، الله الله، وأنا حالي ضيم حالي، هاي لحظاتي الأخيرة. معنا اتصال إن شاء الله وبخدمتكم. معنا اتصال أبو حسين، تفضل يا أبو حسين من البصرة.
السلام عليكم فريد. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي. يا صاحب الزمان يا مهدي. تفضلوا بالزيارة. عظم الله أجركم وأجركم بنصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. وقضى الله حوائجكم إن شاء الله. تفضلوا بالزيارة يا أبو حسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، أجل الله فرجك الشريف وجعل الله من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك. سلام الله يا رب. نعم أنت على الهواء، أمامك الضريح المبارك. شكرا لك يا أبو حسين. معنا اتصال آخر، مهيمن من الديوانية، تفضل يا مهيمن. نعم يا مهيمن. نعم يا مهيمن تفضل. سلام عليكم، قول يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. سلام عليكم يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان تفضل بالزيارة يا مهيمن. ادخل دعاء الفرج. نسمع دعاء الفرج إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسين صلواتك عليه وعلى هذه ساعة وفي كل ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وتمتعه فيها طويلة. أحسنت يا مهيمن. طيب الله أنفاسك. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لاتصالك وشكرا لأنفاسك الطيبة. أم حسن من البصرة تفضلوا. أم أحمد. أم أحمد تفضلي أمه. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمه. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمه. يا صاحب الزمان. اللهم انك انت سلام الله عليك يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. يقول الله تقيدكم وين انتم يا رجال الله يساعدكم وين مصيبكم. هاي دموعك بعد هو استئذان الدخول للإمامين. هنيئا لك يا صاحب الزمان. هنيئا. يا صاحب الزمان. يا صاحب الزمان. يا مهدي الأمم نسيك يا صاحب الزمان نسيك وإياك الدنيا يا صاحب الزمان لا تنسانا ولا فيناك أنك تسافين أنك ما لم تسافين تقعون وروانكم مجدوهم الله. سيدي يا صاحب الزمان بعد سمعت صوته مولاي أشهد أنك تسمع كلامي وترى مقام إن شاء الله إلهي بحق العسكريين أن يرزقك ما في قلبك ويقضي حاجتك ويسر الله أمرك يا رب يا رب يفرج همك يا يما. الله يحفظكم بركة دعائكم إن شاء الله. زيارة مقبولة إن شاء الله وإن شاء الله يرزقك ما في قلبك. شكرا لاتصالك يوم الله يحفظكم. معنا اتصال آخر من المدينة المنورة. علي تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا مهدينا الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجلة. السلام على علي المهدي. السلام على الحسن العسكري. السلام السلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته.
السلام عليك يا رب الله يا بيت الله المدينة. السلام عليك خليفة الله وناصر رحمة الله وبركاته. لو اسمي ناصر الدعاء والزيان لو سمحت أكتب اسمي واسم أخواني وأقاربي. نعم أنا راح أكتب عائلتك ومن تقصده ويخصك إن شاء الله. شكرا شكرا لك وزيارة مقبولة إن شاء الله. من تقصد من الدعاء والزيارة؟ لا تنسونا بالدعاء عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي يسمى مريض ويا ريت تكتب اسمه. اسمه شنو أستاذ علي؟ اسمه شنو المريض؟ إيش؟ حسام ياسر. إن شاء الله إن شاء الله هذه الورقة ستكون في ضريع الإمامين العسكريين سلام الله عليهم. شكرا لاتصالك وزيارة مقبولة إن شاء الله في سجل العسكريين وصاحب الزمان. معنا اتصال آخر. أم يقين تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمة. بيك سيدي يا صاحب الزمان. الله مولاي هواي مشتاق انسى مراني من 2009 ما شفت مولاي. توكلوا بالزياره انو بالزياره. يا صاحب الزمان يومي ازور جدك الحسين نيابه عنك سيدي يا صاحب الزمان. انا كل يوم الجمعه ازور اقول بيت فشل ريحتك سيدي يا صاحب الزمان. يا صاحب الزمان السلام عليك سيدي على الهادي. السلام عليك مولاي. بأبي أنتم وأمي سادتي. بأبي أنتم وأمي صبتم مقابة الأرض. هنا أبواب الله. هنا وسيلة بيننا وبين الله. هنا هذه الدمعة هذه المواساة هي التي ستكون شفيعة لنا في الآخرة لأننا على يقين. يا من دل على ذاته بذاته. يا من دل على ذاته. هاي 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 الدمعة وهاي المواساة سيدي حبا وفطرة. هاي الفطرة السليمة اللي توجهنا إلى الله عز وجل. شلون حالك بشهر المحرم سيدي؟ تبكي الله كبت من انتو شفت. الله 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 سيدي اقضي حوائجنا الليله. نريد نظره انا ماشي ظهوره ما عندي طلب والله. تحت القبه الامام الحسن اقول له سيدي ما عندي طلب. نسالكم الدعاء نكون من انصاره واعوانه ان شاء الله. الله يقضي حاجتك يا يمي شافي مرضاك. اصلي بحقك سيدي احنا اللي غيبناك يا مولاي يا صاحب الزمان. شكرا منك سيدي معذرة منك. انتم اهل الصف الجميل يا مولاي يا صاحب الزمان. ابونا الامام ابونا الامام ان شاء الله هو قلبه حنين على اولاده. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا علي انا وانت ابوا هذه الامه. احنا ما عندنا غيرهم هم الوسيله الى الله. معكم لا مع عدوكم. شكرا. اكتب اسمي العلويه ام يقين وخلي بالضريح رحم الله والديك. ان شاء الله اسمكم السجل وان شاء الله ما ننساكم يا يمه رحم الله والديك. ماجورين ما يحرمكم من هاي النعمه ما يحرمكم من هاي الخدمه. انا اقول لك انوي بالزياره وتوكلي وتعاي وان شاء الله نكون بخدمتكم. انا هسه شغلتني مصايب الحسين عن الزياره ان شاء الله بعد الاربعين ان شاء الله. اهلا ومرحبا بكم خدام العسكريين. الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا لاتصالكم وزياره مقبوله. قلوب الخدام قلوب خدام العسكريين مشرعه قبل ابوابه. اريد انوه على جزئيه معينه باننا لا نعبد القبور إنما نحن نطرق أبواب الله. كل إنسان يحتاج إلى وسيلة وابتغوا إليه الوسيلة. فنحن نتشفع ونتوسط بيننا وبين الله عز وجل بهؤلاء
الأئمة الأطهار، وهم عترة محمد وآل محمد، ومحمد هو الذي أوصل هذه الرسالة لنا، ودون بقاء البشرية أجمع لولا رسالة محمد وآل محمد، والمكمل لرسالة محمد وآل محمد هو مولانا وسيدنا وإمامنا صاحب العصر والزمان. معنا اتصال أبو أم تقي. ألو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا صاحب الزمان، يا مهدي الأمة، عظم الله لكم الأجر بمصاب أبي عبد الله حسين عليه السلام، وقضى الله حوائجكم إن شاء الله. السلام عليك يا مولاي يا أهل الهادي والحسن العسكري وللنتين اللي مكون بهذه البقعة المباركة. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، اللهم كل وليك الشكر من الحسن. السلام الله عليك. اللهم كل الحسن، اللهم كل ولك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ضاقت بنا السفن، اللهم الفرج، اللهم كل ولك الحجة، اللهم العسل العجر، اللهم الساعة الساعة نطلب منكم الدعاء، لأن المينة اليوم هو ذكرى السنية الوفاة والدي، أريد أذكر الوالد هي علوية. شنو اسمها بخدمتك؟ لا تستعمد العلوية أم عبد. إن شاء الله ما ننساه. اسمها فاطمة. إن شاء الله ما ننساه. فهاي اليوم هي ما تمنت الموت بمحرس، الحمد لله وشكرت، يعني الله استجاب تعب، وهي وفاة السجادة توفت. إن شاء الله يكون الجودة هناك. إن شاء الله ما ننساها بالدعاء. إن شاء الله ما ننساها بالدعاء. الله يخليك، الله يسلمك، ومشكورة إن شاء الله. شكرا لاتصالك، وزيارة مقبولة إن شاء الله. الله يحفظكم ويقضي حوائجكم إن شاء الله. معنا اتصال آخر ونكون بخدمتكم. أم ميثم من الناصرية، تفضلوا يا أم ميثم. حياكم الله يا أم ميثم، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان، يا مهدي الأمم، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا مهدي الأمم. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر البيان، عظم الله أجورنا وأجوركم. استشهاد مولانا السجاد عليه السلام، استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، أجوركم معظمة وقضى الله حوائجكم وشاف الله مرضاكم، الله عزاكم رحم الله والديك. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا قائم على محمد، السلام على الإمام علي الهادي، السلام على الإمام الحسن العسكري، السلام عليكم يا سادتي يا أولياء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم بحق هذه الأيام الحزينة على قلب مولانا صاحب الزمان، نعزيك يا سيدي يا مولاي بهاي الأيام الحزينة. الله يوفقك يما دعينا، جزاكم الله خير، الله يوفقكم على هاي الخدمة ويشافي جميع المرضى إن شاء الله، وإحنا منهم، يقضي حوائج المحتاجين وإحنا منهم. الله يوفقك يما، ادعي لأبو ميثم وعلي وحسام، الله يوفقك أبو مهدي مريض، رحم الله والديك. إن شاء الله عائلتكم، عائلتكم ومن يخصكم، رحم الله والديك أم أمل، الله يحفظك، ادعي لي، الله يوفقك. شكرا، إيه والله. شكرا لاتصالكم وزيارة مقبولة إن شاء الله. أشكرك يما، رحم الله والديك، الله يحفظك يرحم والديك. شكرا لسيد المخرج، شكرا للمصورين، شكرا لهندسة البث، شكرا للمونتير، شكرا للهندسة الصوتية، شكرا للآليات، كادر برنامج يا صاحب الزمان. أنا أقول لكم، أسألكم الدعاء لهم ولعيالهم بقضاء حوائجهم إن شاء الله. شكرا لكل من اتصل وزار وقدم، شكرا للأمانة العامة على هذه جهودها في العتبة العسكرية، جهود متواصلة مباركة. أنا أتمنى من الله عز وجل أن نوفق دوما وأبدا إن شاء الله لخدمة محمد وآل محمد وخدمة الزوار. أنا أقرأ هذا المستهل وبعدها أتوجه للزيارة، أقول المجلس بيتي وأنا أربعة عشور وبنعمة كبيرة، والخدام خوت ونقل الموت خوان وعشيرة، مثلها تحصل منين عشيرة وشيخها حسين،
اخواني وعشيره خدام ابو اليمه الصبط نتفاخري بهالخدمه هالخدمه صارت على البشر هالخدمه صارت نعمه عن نعمه صارت نعمه عزاء عزاء من دون لوب طبع عزاء حسين حسين خدمته ما تتجازى خدمته ما تتجازى شرفنا الحسين وصرنا خدام وبأعلى مراتب ما نقعد سوي بهاي البيوت نلتم بالمواكب ويلي يسألنا من وين شنقول عشيرة وشيخ حسين خواني وعشيرة زور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في منقلبي ومثواي أصالة عني نيابة عن والدي والد والدي من قلدني الدعاء والزيارة نيابة عن كل من أوصى للدعاء والزيارة نيابة عن سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان السلام عليكما يا وليي الله السلام عليكما يا حجتي الله السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض السلام عليكما يا من بدا لله في شأنكما أتيتكما زائراً عارفاً بحقكما معادياً لأعدائكما موالياً لأوليائكما مؤمناً بما منتما به كافراً بما كفرتما به محققاً لما حققتما مبطلاً لما أبطلتما أسأل الله ربي وربكما أن يجعل حظي من زيارتكما الصلاة على محمد وآله وأن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكم الصالحين وأسأله أن يعتق رقبتي من النار ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما ويعرف بيني وبينكما ولا يسلبني حبكما وحب آبائكم الصالحين وأن لا يجعله آخر العهد من زيارتكما ويحشرني معكما في الجنة برحمته اللهم ارزقني حبهما وتوفني على ملتهما اللهم العن ظالمي آل محمد حقهم وانتقم منهم اللهم العن الأولين منهم والآخرين وضاعف عليهم العذاب وبلغ بهم وبأشياعهم يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته إلهي من ليس لديه ذرية يا رب ارزق الذرية الصالحة اللهم وفقنا لخدمة العسكريين اللهم وفقنا لخدمة زوارهما اللهم وفقنا لخدمة الحسين اللهم عجل لوليك الفرج
واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه مقبلين غير مدبرين وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين جميعين أينما تسمع أينما ترى ردد معي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام على أبي الفضل العباس وعلى أختي الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول يا الله، واجعله ذخرا لنا يوم القيامة عند الزهراء البتول بشهادة سيدي ومولاي العسكريين سلام الله عليهم وصاحب العصر والزمان. اللهم وفقنا لخدمة زوار العسكريين ونقول يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. صاحب الزمان يا صاحب الزمان.